السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما ديما يعني تنتصفح الجرائد يوميا، على وعسى يعني يبان لي شي خبر زوين، شي خبر اللي غادي يفرح الناس، سواء اللي كاين في إيطاليا ولا حتى اللي ما كاينش في إيطاليا، اللي تتسناو مثلا في شي قانون ولا في شي سناتوريا ولا شي حاجة من هذا القبيل هذا. إلا أنني تتفاجأ بأن بزاف ديال الجرائد الشوم كاتبين واحد الخبر على الأميرة حس بن سلمان. الخبر جاء فيه بأن المحكمة تدين الأميرة بعشرة أشهر طبعا الحال غير نافذة، مع غرامة مالية ديال 10,000 الأورو. الأحداث ترجع لسنة 2016، كان عندها عطب في الحمام ومهم نادوا على واحد سباك مصري هو اللي باش يجي يصلح لهم داك العطب. هاد السباك المصري كان سميتو أشرف عيد. المهم خدا شي صورة في هاد الحمام، خدا الصورة وكانت واحد المرآة تتعكس يعني الخيال ديال هاد الأميرة هادي. طبيعة الحال هي ما عجبهاش الحال، بمساعدة ديال الحارس الشخصي ديالها قامت بالضرب ديال هاد السباك المصري وهانتو، لدرجة أنه طلبت منه أنه يبوس ليها رجليها. هذا ما جاء في يعني في هاد الجريدة اللي شفت، ماشي جريدة واحدة، بزاف ديال الجرائد تقريبا نفس الخبر. وكذلك تم احتجاز ديالو لبعض الساعات قبل ما يتم اطلاق ديالو. الان المحكمة في باريس تثبت يعني الحكم ديالها والإدانة ديالها لهاد الأميرة حسة بنت سلمان. شفت الخبر يعني هضروا عليه بزاف ديال الجرائد، لذلك قلت نوصل هذا الخبر للجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.